محمد علي، محمد علي، الكره داخل منطقة الجزاء، الله. وخسر 10 مواجهات، هو الأضعف هجوما والأضعف دفاعا، وهذه كرة، ولكن المنون يتدخل ومن ثم سيلاقي فريق جبل. وهذه كرة لمحمد علي داخل منطقة الجزاء، ولكن السالم حاضر في هذه اللقطة. أحمد حاتم عم يشارك منطقة الجزاء، بيحاول يمرر الكرة لسمير الشو، والتسديد حاضر، ولكن لازالت الخطورة لفريق الحرجان اللي عندها الحاتم. بعيد الكرة لحمدكو، حمدكو ناحية اليسار، حمدكو الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن بعيدة إلى خارج ارضيه الملعب. محمد علي لعبد الرزاق الحسيني داخل منطقه الجزاء، كره، ولكن البريجاوي يبعد الخطوره، تعود لمحمد كرو مع مشارف منطقه الجزاء، والتسديده من حمدكو بعيده عن مرمى محمد سالم الى خارج ارضيه الملعب، ركله مرمى. بيحاول مرر الكره الى داخل منطقه الجزاء، كره خطره باتجاه حسام الشوه، ولكن المنون تاخر حسام الشوه طبعا في استقبال الكره. فراس، 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 فراس داخل منطقه الجزاء، بيحاول يمرر الكره عرضيه، فراس ميشو بيمرر، ولكن الكره خرجت الى خارج ارضيه ملعب بركله ركنيه. هناك مراقبه على جميع مهاجمي فريق الحرجله اللحامي داخل منطقه الجزاء باتجاه شاهر كاخي. شاهر، كره راسيه من شاهر، ولكن الزاشير صارم الى داخل منطقه الجزاء باتجاه حسام سام، كره جول، الله. محمد كروما بوسط الملعب باتجاه سليمان رشو، سليمان رشو، سليمان رشو، سليمان رشو لعبد الرزاق الحسين، ولكن الصافره صحيحه وحاضره. بيلعب الكره مباشره عند فضل عليس، فضل عليس لحسام السمان، كره خطيره، ولكن برافو تدخل لاحمد اللحام واعاده الكره لهادي منون. حمدكو، حمدكو، حمدكو بيسدد، ولكن برافو مكان تواجد محمد سالم ايضا. تعود الكره مباشره عند محمد كروما لمازن عمارة، مازن عمارة، مازن، 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 كرة خطيرة، كرة خطيرة، الله، يا لروعة الهدف، يا لجمال الهدف، هدف جميل والأحلى، مازن عمارة.